مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة ونطالع فيها. عريس في عدن يعلق لوحات تحذيرية بدل التهاني. الآثار القديمة تعني لليمنيين ما يعنيه تمثال الحرية للأمريكيين. ومن أخبارنا المنوعة، مذيعة تسابق الزمن لنشر مذكراتها بعد اكتشاف إصابتها بسرطان لا شفاء منه. أهلا بكم. بعد تمكنه من قطع مسافات طويلة، تمكن الوزير الأشول من الوصول إلى العاصمة المؤقتة وعنون موقع الصحوانات عقب وصوله عدن. رئيس الجمهورية يستقبل وزير التعليم الفني الدكتور عبد الرزاق الأشول. واستقبل رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي بالعاصمة المؤقتة عدن وزير التعليم الفني والتدريب المهني، الذي تمكن من الخروج من إقامته الجبرية بالعاصمة صنعاء التي فرضتها عليه وعدد من رفاقه ميليشيا الحوثي الانقلابية. وقال الموقع إن الرئيس هادي أعلن ترحيبه بكل من يتمكن من الإفلات من الميليشيا الانقلابية التي تمارس صنوف التعذيب تجاه الأبرياء في سجونها ومعتقلاتها المختلفة. اهتمت صحيفة الأيام الصادرة في العاصمة المؤقتة عدن بالوقفة التي نفذها عدد من الموظفين القادمين من محافظات تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، وعنونت الصحيفة الموظفون النازحون بعدن راتبي مطلبي راتبي حياتي. وقالت الأيام إن الموظفين النازحين من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى العاصمة عدن نفذوا وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية بخورمكسر في عدن للمطالبة بحقوقهم. وطالب المحتجون بعدد من المطالب أهمها سرعة الصرف وانتظام رواتب موظفي الدولة بشكل عام والموظفين النازحين إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الشرعية بشكل خاص، إضافة لتحويل رواتب الموظفين. وقال المحتجون في بيان صادر عن ملتقى الموظفين النازحين بعدن ولجنة التربويين النازحين بعدن إنهم يطالبون بسرعة صرف رواتب الموظفين النازحين التي لم تصرف حتى الآن. ألم تكن تهامة ملاذا للهاربين والخائفين بل وحتى للاجئين؟ ألم نقل تعالوا إلينا ولكم ما لنا ولنا ما لكم؟ هكذا يبدأ عبد الرحمن ربيع مقاله معاتبا كل من تخلى عن الحديدة في محنتها الراهنة. ألم نكن نمتلك صبر أيوب وسماحة يوسف؟ ها نحن الآن نقف على أبواب عدن ولا تفتح لنا، وندلف إلى صنعاء ولا نجد لنا الصديق ولا القريب. كنا نمنح الكثير من الناس ميناءنا مقابل مال لا نرى منه شيئا. إنه القهر الذي طالنا من إخوتنا الذين أحببناهم. الكثير من تجار اليوم هم فقراء الأمس بالحديدة وحرض وعبس والقناوس وبيت الفقيه والمخا وذباب والجراح والدريهمي وخميس الواعظات والزيدية وغيرها. هؤلاء التجار نسوا واجبهم تجاه أهلهم، نسوا أبناء الحديدة الذين كانوا يحملون البضائع على ظهورهم إلى شاحنات نقلهم التجارية. هل سمعت عن تهامي حمل سلاحه ووقف على ثغور تهامة وأبوابها يمنع الهاربين إليها من دخولها؟ أهكذا يعامل التهامي الذي لم يرد يوما شخصا واحدا من على أطراف مدينته ولم يحمل له عداوة ولم يسئ إليه حتى في مواقع التواصل الاجتماعي ولا في وسائل الإعلام؟ هذه لسان حال النازحين من أبناء تهامة، وبالحرف الواحد يقول أحدهم: ثمة إخوة لنا على أبواب الجنوب عدن، أغلق الباب في وجوههم وهم قليل من الأطفال والنساء والعجزة، أرادوا أن يجدوا ما يأويهم هناك فوجدوا الصد والمنع بل حتى القتل. هل ثمة نخوة لهؤلاء الناس الذين يشتركون مع تهامة في السحنة وحتى في الطيبة والتعامل، لكن الداخلين إليها ممن لا يحكمهم دين ولا عرف قادوا أمرها؟ صمد الريال اليمني أمام العملات الأجنبية خلال الثلاثة الأعوام 2012 و2013 و2014 بفعل السياسات النقدية التي انتهجها البنك المركزي اليمني والاستقرار السياسي الوليد بفعل ثورة 11 من فبراير 2011. لكن انقلاب ميليشيات الحوثي على الدولة شكل ضربة قاضية للاقتصاد الوطني الهش أصلا ليبدأ مسلسل انهيار الريال، لكن ذروة انهيار العملة الوطنية بدأت مطلع العام الحالي
2018. ويضيف تقرير يمن مونيتور أن ميليشيا الحوثي انتهجت سياسات كارثية لتدمير الاقتصاد الوطني، وكانت المحصلة تبديد الاحتياط النقدي ونهب نحو 5.2 مليار دولار إضافة إلى تريليون ريال يمني. ويرى التقرير أن أخطر ما في الأمر اليوم هو عدم وجود ثقة في كل ما يصدر عن الحكومة اليمنية وقيادة البنك المركزي، فقد ترسخت قناعة بأن المسؤولين اليمنيين الحاليين يقولون كلاما يندرج في باب التنظير لأنهم غير متضررين من انهيار الريال طالما أنهم يقبضون رواتبهم بالدولار ويعيش غالبيتهم خارج البلاد. احتفل العالم باليوم العالمي للشباب والذي يصادف 12 أغسطس من كل عام كمناسبة لتمكين الشباب والاعتراف بحقوقهم وقدراتهم في تنمية الأوطان ورسم ملامح الغد لمستقبل بلدانهم. هكذا بدأ سليم السعداني مقاله المنشور في الموقع بوست مضيفا: بينما يحتفل البعض من شباب اليمن باليوم العالمي للشباب برمزية هذه المناسبة، نجد بأن الغالبية من شباب اليمن باتت أحلامهم مكبلة بنيران الحرب والفقر والبطالة التي أصبحت السمة السائدة لدى شباب اليمن. بعد أن دمرت الحرب أحلامهم وعصفت بها خلف أدراج الرياح، فقط وحدها جبهات الموت والخراب هي من تحتضن شباب اليمن في الوقت الحالي، ليدفع الكثير حياتهم ضريبة لحرب لا ناقة لهم فيها ولا جمال. وقفت الكثير من الأشياء حجر عثرة أمام مستقبلهم، تعطلت الحياة الاقتصادية والسياسية، دمر التعليم وانخرط الكثير من الطلاب في جبهات الموت، انقطعت المرتبات منذ ما يقارب العامين. تتحول الحياة إلى جحيم لشباب اليمن، مما اضطر البعض منهم للبحث عن طريقة للهجرة ومغادرة البلاد بحثا عن فرصة عمل أو حماية لنفسه من الموت في ساحات القتال أو بالقص والدمار الذي بات لا يفرق بين مدني وعسكري من قبل أطراف الحرب المتعددة في اليمن. وحتى الذي غادر البلاد توفي البعض منهم غرقا في شواطئ الموت بقوارب التهريب، والبعض الآخر يعاني الأمرين، الاغتراب والحاجة بنفس الوقت. اليوم العالمي للشباب مناسبة للتباهي بالإنجازات وتكريم رواد الشباب وتحفيزهم على مزيد من البذل والعطاء، ولكن للأسف لم يعد هذا اليوم يعني لهم شيئا. فربما كسرة رغيف من الخبز باتت هي الحلم المنشود للكثير من الشباب في ظل أسوأ أزمة إنسانية في العالم يشهدها اليمن. وفقا لتقارير منظمات دولية تراقب الوضع وتعمل على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لملايين اليمنيين. بضغط وتمويل من ميليشيا الحوثي يحتفل حزب المؤتمر الشعبي العام بذكرى تأسيسه، وقال الموقع بوست الذي نشر تقريرا خاصا على المناسبة: تحل ذكرى التأسيس المؤتمرية فيما يزال جثمان صالح حتى الآن محتجزا لدى جماعة الحوثي التي سيطرت على كل ممتلكاته. ويرى الموقع أن ميليشيات الحوثي تسعى لاستكمال السيطرة على حزب صالح الذي انقسم بين الحوثيين والشرعية والإمارات. ويستند الموقع إلى ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن مصادر في الحزب أن مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي للميليشيا طلب من أبو راس الاحتفال بذكرى تأسيس الحزب تحت رعايته والخروج ببيان ختامي في الاحتفال. ووفقا للموقع فإن البيان يجب أن يتطابق مع الخطاب الذي تتبناه الجماعة على صعيد الاستمرار في الانقلاب ومواصلة الحرب ضد اليمنيين. وأشارت المصادر إلى أن جماعة الحوثي تكفلت بتمويل الاحتفال والإشراف على الترتيبات الأمنية. بدل التهاني اضطر عريس في عدن إلى كتابة ورفع لوحة قماشية تحذيرية للضيوف وعنوان موقع عدن الغد، رفع لوحة تمنع إطلاق الأعيرة النارية في عرس بالشيخ عثمان. ويقول الموقع: بطريقة لفتت الأنظار وتستحق التقدير قامت أسرة تسكن في الشيخ عثمان بالعاصمة عدن برفع لوحة تنبيه تمنع إطلاق الأعيرة النارية. وأضاف عدن الغد أن العريس ألزم الحضور بالتقيد وعدم المخالفة، وقد نالت تلك الدعوة استحسان السكان. ويفيد الموقع: هناك ضحايا كثير جراء إطلاق الأعيرة النارية التي انتشرت مؤخرا في عدن من دون أي رادع من قبل الأجهزة الأمنية الغائبة. إذن بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. مستمرون معكم في كشك الصحافة، ونذهب لمطالعة أبرز ما قالته الصحف العربية والعالمية في الشأن اليمني بالإضافة لبعض الأخبار المتنوعة. والبداية من شبكة فوكس نيوز التي قالت إن علماء الآثار يخشون أن تمحو الحرب الممتدة في اليمن التي تقودها السعودية الآثار التوراتية
في البلاد. وبحسب تقرير للشبكة ترجمه الموقع بوست، فإن الخبراء يخشون الآن أن تمحو الحرب الأهلية الممتدة في اليمن جذورها التوراتية الغنية، مشيرا إلى أنه بعد سنوات من الصراع الداخلي وتمرد داعش في جميع أنحاء العراق وسوريا دمر الكثير مما بقي من تاريخ الشرق الأوسط قبل الإسلام. ونقلت الشبكة عن إيريس جيرلاتش رئيس المعهد الألماني للآثار في قسم الشرق قوله إن المواقع التاريخية ذات أهمية كبيرة لليمن، وهي جزء من التاريخ والهوية اليمنية. في نهاية المطاف يمكن مقارنة ذلك بتدمير البيت الأبيض أو تمثال الحرية للأمريكيين. وأضاف أن التدمير المتعمد وكذلك الأضرار الجانبية المرتبطة بالحرب هي جريمة على التراث الثقافي العالمي، طالما أن الحرب مستمرة سيتم تدمير المزيد من الآثار. وتابع، وباعتبارها مهدا لبعض أقدم الحضارات في العالم، لعبت اليمن دورا حتميا في ظهور الإمبراطوريات والاقتصادات بدءا من حوالي 1000 قبل الميلاد. وقال التقرير، اليوم يلعب الأطفال في هذه الأطلال الثمينة التي لا تزال محفوفة بالمخاطر. ولكن قبل يوم واحد من زيارة فوكس نيوز إلى المنطقة ورد أن نزاعا أرضيا قبليا ترك أحد القتلى المحليين على الطريق المؤدي إلى الموقع الأثري. في تلك الليلة سقطت صواريخ الحوثي بالقرب من المكان. إلى صحيفة العرب الجديد والتي عنونت في إحدى صفحاتها التعيينات في اليمن كغنيمة الأولوية لأقارب مسؤولي الشرعية ورجالات صالح. ويقول تقرير الصحيفة الذي كتبه جمال جبران، هناك أحاديث في اليمن بأن الرئيس عبد رب منصور هادي لا يقدر على العيش في بيئة خالية من الأزمات، بعضها يفرض عليه أما بعضها الآخر فيصنعه بنفسه. وترى الصحيفة أن قرارات التعيين التي يصدرها الرئيس اليمني تباعا تعمل على مضاعفة حالة الاحتقان في الشارع، على الرغم من حالة الحرب التي تعيشها البلاد منذ أكثر من 3 سنوات ووجود الجزء الأكبر من المسؤولين خارج البلاد. لا يتوقف هادي عن إصدار تعيينات جديدة، تارة لوكلاء وزارات وتارة أخرى لوكلاء المحافظين، فضلا عن قائمة لا تنتهي من المستشارين، حتى أن بعض اليمنيين باتوا يطلقون بسخرية لقب جمهورية الوكلاء والمستشارين على بلادهم. جزء من هذه التعيينات يدخل في خانة المحاباة لكبار المسؤولين في الشرعية عبر تعيين أبنائهم وزوجاتهم وحتى أقاربهم من الدرجة الثانية والثالثة، ما أدى إلى إرساء نظام التوريث العائلي في بنية النظام الوظيفي اليمني. كتب حسن شامي مقاله المنشور في جريدة الحياة اللندنية عن الطريقة الجديدة للفوضى في العالم والتي يديرها رئيس الدولة الأولى في العالم. وأضاف الكاتب، هناك اعتقاد راسخ عالميا مفاده أنه من الصعب الوثوق بحكومة رئيس عالمي مثل دونالد ترامب، يحترف الشطط والمزاجية والابتذال والسفاهة. مع ذلك ثمة في بيئات المشرق العربي من يفرك يديه متلهفا إلى أقدام ترامب على تنفيذ تهوراته الكلامية وضرب العدو المشترك، حتى لو تبين لاحقا أن ذلك أقرب إلى الحماقة منه إلى السياسة، كما يستفاد من التجربة العراقية وغيرها. ففيما يخص إيران تحديدا، يظهر أن مناشدة الحلفاء لتطبيق برنامج العقوبات وزمرتها معطوفة على التهديد بمعاقبة المخالفين والمقصرين، إنما هي تعبير عن السعي إلى فرض قرار أحادي وتظهيره في صورة انصياع دولي لحكمة وضعها التاريخ بين يدي رئيس شعبوي مثل ترامب. ينبغي أن يكون المرء متهورا كي يظن أن شرعية الاعتراض على بعض وجوه السياسة الإيرانية تجيز التوقيع على بياض تصورات ترامبية لا مكان فيها لشرعيات سياسية سوى شرعية الطاعة وقابلية الاستعمال. من الملاحظ في هذا السياق أن تصريحات ترامب منذ انقلابه الوحدي الجانب على الاتفاق النووي الإيراني صارت تعتمد أكثر فأكثر على تقديم سياساته كوصفة خلاص من نظام يقمع شعبه وينشر الإرهاب في العالم بحسب عبارات حكومية أمريكية شائعة. قالت المذيعة ومقدمة البرامج في بي بي سي ريتشل بلاند المصابة بسرطان لا شفاء منه إنها في سباق مع الزمن لنشر مذكراتها التي تهديها لابنها فريدي البالغ من العمر 2. وعنونت الشبكة، مذيعة في بي بي سي تسابق الزمن لنشر مذكراتها بعد اكتشاف إصابتها بسرطان لا يمكن الشفاء منه. كتبت بلاند البالغة من العمر 40 عاما في صحيفة ساندي تيليغراف، أمامي أقل من عام لكتابة كل القصص والنصائح التي يجب أن أعطيها إلى ابني فريدي، لأني لن أكون معه لكي أفعل ذلك بنفسي. وشخصت إصابة بلاند بمرض سرطان الثدي في نوفمبر عام 2016، وفي مايو من العام الجاري
أخبرت بلاند بأن مرضها غير قابل للشفاء، وقالت إن أمالها تتوقف على تجربة سريرية، لكن بعد مرور شهرين كشف فحص أن السرطان انتشر أكثر، وكتبت في التليغراف: الآن لا أخضع لأي علاج لكننا نرفض الاستسلام. وقالت بلاند التي تعيش في تشيشير إن أجزاء كاملة من حياتها لن يعرف عنها ولدها شيئا، ومن ثم فإن مذكراتها التي ستأتي في كتاب بعنوان إلى فريدي ستكون خطاب حب إلى ولدي الجميل، آمل أن يترك بصمتي وحبي حوله إلى الأبد. بعد 38 عاما من البحث استطاعت سيدة الوصول لسفاح قتل شقيقها وصديقته، وذلك بمساعدة الإنترنت، وعنونت صحيفة البيان: بعد 38 عاما على الجريمة فيسبوك يكشف القاتل. وكان كريستوفر فارمر برفقة صديقته بيتا فرامبتون عام 1978 في رحلة عبر أمريكا الوسطى، عندما تعرف عليهما رجل أمريكي يدعى دوين بوستون عرض عليهما السفر بين الجزر بقاربه. وحسب ما نشرته صحيفة ميرور اكتشفت لاحقا أن بوستون قتل كريستوفر وصديقته بعد تعذيبهما قبل أن يختفي تماما. وفي مقابلة تلفزيونية كشفت بيني فارمر شقيقة كريستوفر أنها استطاعت الوصول للسفاح الأمريكي على موقع فيسبوك عن طريق أولاده، مما تسبب بإدانته وسجنه لاحقا. وقررت بيني في عام 2016 البحث عن أبناء القاتل على فيسبوك حتى وجدتهم، ثم قامت بمراسلتهم وتفاجأت بإقرار الولدين بأنهما شهدا والدهما وهو يرتكب جريمة القتل، كما قام بتوفير التفاصيل الكاملة للعملية. وساعد تحقيق بيني الخاص على فيسبوك شرطة المدينة لإدانة بوستون بعد 38 عاما من جريمته ليلقى حتفه داخل السجن. ليست الجغرافيا السياسية عائدة من أي مكان، لأنها لم تذهب أبدا إلى أي مكان، وقوس التاريخ ينحني في اتجاه الوهم. كل مهيمن يعتقد أنه الأخير، وكل العصور تعتقد أنها ستدوم إلى الأبد. هكذا بدأ مؤلف كتاب ستالين في انتظار هتلر ستيفن كوتين مقاله الذي ترجمه علاء الدين أبو زينة ونشرته الغد، وقال في جزء منه: حتى تفهم عالم الغد انظر إلى الأمس. في السبعينيات كانت الولايات المتحدة وحلفائها أغنياء وإنما غير منظمين وراكدين. كان الاتحاد السوفيتي قد حقق التكافؤ العسكري وكان يواصل التسلح، وكانت الصين تعاني من الاضطرابات الداخلية والفقر، وكانت الهند أفقر من الصين، وبالكاد كان لدى البرازيل التي كانت تحكمها طغمة عسكرية اقتصاد أكبر من اقتصاد الهند، وكانت جنوب أفريقيا مقسمة إلى أوطان تحت نظام العنصرية المؤسسية. بعد أربعة عقود من ذلك تحلل الاتحاد السوفيتي، واعتنقت الدول التي خلفته نظام الرأسمالية والملكية الخاصة، والصين التي ظلت شيوعية سياسيا اختارت الأسواق وفضلتها على التخطيط ونمت لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والهند التي كانت معدمة ذات مرة أصبحت الآن سادس أكبر اقتصاد، وأصبحت البرازيل ديمقراطية وشهدت إقلاعا اقتصاديا ولديها الآن ثامن أكبر اقتصاد في العالم، وجنوب أفريقيا أطاحت بنظام الفصل العنصري وأصبحت الآن ديمقراطية متعددة الأعراق. لم يكن مسار هذه التغيرات عرضيا، فبعد الحرب العالمية الثانية عملت الولايات المتحدة وحلفائها جاهدين من أجل خلق عالم مفتوح بتجارة تزداد حرية بإطراد وبتكامل عالمي يتسع بلا توقف. وقد راهن صانعو السياسة على أنهم إذا بنوا هذا العالم فإن الناس سيأتون، وكانوا محقين، وإذا ما أخذت معا فقد كانت النتائج استثنائية قطعا. لكن نفس صانعي السياسة هؤلاء والذين جاءوا بعدهم لم يكونوا مستعدين للنجاح عندما حدث. مجموعة منتقاة من الصور التي التقطتها عدسات الصحافة حول العالم الأسبوع الماضي ونشرتها الجارديان البريطانية، نتابعها في جولتنا المصورة.
كيف عبر الرسام الكاريكاتير عن أحداث اليوم؟ هذا ما نتابعه فيما نشرته عدد من الصحف. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.